السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض التشيكن وينجز بصوص البافلو او اجنحة الدجاج بالصوص الحار. طعمها بيبقى حلو قوي، بتقدم في المطاعم كتير مننا بيطلبوها وبياكلوها. نعملها مع بعض بطريقة سهلة ولذيذة جدا، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف طريقتنا. عندي هنا كيلو من الأجنحة، طبعا مغسولة كويس جدا من قوع في مية وخل 10 دقايق ومتصفية كويس. عندي حوالي ربع كوباية زبدة، نص كوباية نشا، نص كوباية دقيق، ملح وفلفل وسكر، وبصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا. عندي معلقة كبيرة من العسل الأسود، معلقة صغيرة شطة، وتلات معالق كبار صلصة، وتلات معالق كبار من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. الجناح بالشكل ده، شايفة الطرف ده؟ ده بنشيله ونرميه، بنقطعه وبنرميه. وبقى معايا الجناح جزئين بالشكل ده، هقسمه نصين بالشكل ده، وهنكمل الطريقة والتقطيع. وزي ما قلنا متنظفة كويس جدا من قوع في مية وخل 10 دقايق ومتصفية. هتبل الأجنحة بملح وفلفل، تمام، وعندي نص كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، هقلبهم كويس مع بعض. وهاخد قطع الدجاج، انشفها كويس الاول بمنديل مطبخ عشان يمتص اي مية زيادة، وابتدي احط القطع في خليط النشا والدقيق بالشكل ده، وغطيها كويس لغاية ما نخلص كل الكمية. النشا والدقيق مع بعض بيديني تغطية حلوة وقرمشة جميلة جدا. في حلة على النار او في طاسة تكون غويطة هحط فيها زيت، والنار تكون سخنة، واول ما الزيت يسخن هنزل بقطع الفراخ، وبعدين ههدي النار واسيب الفراخ تتحمر وتاخد لون حلو. بتقعد على النار حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة تحمير، طبعا بتبقى طالعة مستوية خالص، تمام. يبقى بتقعد على النار حوالي ربع ساعة وبتطلع معايا بالشكل الجميل ده، اتحمرت خدت لون حلو. هصفيها كويس واطلعها على مناديل مطبخ، بس شكلها جميل قد ايه. يلا بينا بقى نعمل الصوص. هحط حوالي ربع كوباية من الزبدة، وعليهم 3 معالق كبار من الصلصة، و3 معالق كبار من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من العسل الاسود، وحوالي معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من البصل البودرة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة، ومعلقة بابريكا، ورشة فلفل اسود. كل ده بنقلب وهي على النار، ومعلقة صغيرة من الشطة، ودي طبعا اختياري، ممكن تستغني عنها. وهنا عندي معلقة صغيرة من النشا قلبتها في نص كوباية مية، وهضيفها للخليط كله على النار، وهتبل بقى بشوية ملح صغيرين لأننا لسه هنحط معلقة صويا صوص. هنقلب الخليط كويس جدا على النار، وهنضيف كمان حوالي ربع كوباية من الخل، تمام، ربع كوباية من الخل، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. وكده يبقى عندي الصوص بقى جاهز، طعمه في منتهى الجمال.
هنحط قطع الدجاج في طاسة على النار، وهنضيف لها خليط الصوص اللي احنا عملناه، هنقلبها بس تقلبتين كده على النار عشان تتشبع كده بالصوص. شايفة شكلها جميل قد ايه؟ والطريقة سهلة جدا، مش تاخد منك وقت، وتديكي طعم حلو قوي. وزي ما قلنا تقدري تعمليها حرة، وتقدري تعمليها من غير شطة خالص. خلصنا كده خلاص، هنقدمها جميلة جدا معها الصوصات، طعمها وشكلها مغري جدا، وطريقتها سهلة، ونتيجتها جميلة قوي ومستوية جدا. هوريكي دلوقتي. هناخد قطعة كده وهنفتحها، هتشوفي قد ايه العظم ابيض ومستوي، طعمها في منتهى الجمال. اهو بالشكل ده، مستوية خالص ولذيذة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.